السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا في مادة العلوم للصف السادس الابتدائي. ودرس اليوم هنتكلم عن أخطار الكهرباء. تعتبر الكهرباء آمنة إذا تم التعامل معها بحرص، لكن الإهمال والسرعة والخطأ يؤدي لأخطار عديدة. إيه هي الإصابات الناتجة عن سوء استخدام الكهرباء؟ إصابات مباشرة نتيجة التعامل مباشرة مع الكهرباء، مثل الحرائق الناتجة عن التيار الكهربي، أو الحروق الناتجة عن التيار الكهربي، أو الصدمة الكهربية. أما الإصابات الغير مباشرة، وده ما بيكونش الكهرباء هي السبب الأساسي، لكن بتكون نتيجة مثلا السقوط من على السلم أثناء التعامل مع الكهرباء، أو إصلاح بعض الأعطال. من الإصابات، لو اتكلمنا عن الإصابات المباشرة، أولا الحرائق الكهربية. الحرائق الكهربية هي حرائق ناتجة عن استخدام التيار الكهربي وأسبابها. زيادة التحميل الكهربي، حيث بيتم تشغيل مجموعة أجهزة كهربية في فيشة واحدة. اتنين، وضع جهاز يولد حرارة مثل السخان والمدفأة والمكواة بجانب مواد قابلة للاشتعال مثل الستائر والمفروشات والسجاد. رقم ثلاثة، عدم فصل التيار الكهربي عن الأجهزة التي تولد حرارة بعد الاستعمال. طبعا ده بيؤدي لرفع درجة حرارتها، وممكن تسبب الاشتعال أو حدوث حريق في المنزل. سؤال، ايه هو الفرق بين الحريق العادي والحريق الكهربي؟ الحريق العادي يستخدم الماء في اطفائه، لان الماء يخفض من درجة حرارة المواد المشتعلة. لكن الحريق الكهربي لا يستخدم الماء في اطفائه. ده بيجي سؤال علل، الماء لا يستخدم في اطفاء الحريق الكهربي، لان الماء من السوائل الجيدة للتوصيل للكهرباء لوجود املاح مذابة به، مما يزيد من الحريق ويؤذي الاشخاص، او يؤذي رجال الاسعاف او رجال الاطفاء. ثانيا، الحروق الناتجة عن التيار الكهربي، وهي أحد أخطار الكهرباء اللي بتسبب تلف وتدمير لأنسجة الجسم. أسباب الحروق، ملامسة الجسم مباشرة مع مصدر تيار كهربي، أو ملامسة الجسم للنار أو الشرارة الناتجة عن حدوث حريق كهربي، أو ملامسة الجسم لجهاز كهربي بيولد حرارة زي المكواة والمدفأة والسخان. هنتكلم ثالثا عن الصدمة الكهربية. تعرفها هي مرور التيار الكهربي الشديد خلال جسم الإنسان، وممكن تؤدي إلى حدوث وفاة في بعض الأحيان. إيه هي الأشياء اللي ممكن تتوقف عليها الصدمة الكهربية؟ بتتوقف على حاجتين. رقم واحد، بتتوقف على شدة التيار اللي بيمر في جسم الإنسان. رقم واحد، شدة التيار اللي بيمر في جسم الإنسان. رقم اتنين، الزمن الذي يستغرقه التيار الكهربي عند مروره في جسم الإنسان. يعني الصدمة الكهربية بتتوقف على شدة التيار والزمن الذي يستغرقه التيار في جسم الإنسان. ايه هي اسباب حدوث الصدمة الكهربية؟ 3 اسباب. رقم واحد، ملامسة سلكين موصل بيهم تيار كهربي شديد، يعني بيكون الانسان جزء من دائرة كهربية. رقم اتنين، ملامسة سلك يمر بيه تيار كهربي شديد، او ملامسة مادة موصلة للكهرباء زي المعادن، وبتكون المادة دي متصلة بالارض. رقم ثلاثة، ملامسة سلك يمر بيه تيار كهربي شديد بأحد أجزاء الجسم مثل مثلا اليد، وملامسة الأرض بجزء آخر مثل الأرجل. فهذا بيكون طبعا بيكون الإنسان هنا برضو جزء من دائرة كهربية. الإسعافات الأولية اللي واجب اتخاذها أثناء حدوث حوادث التيار الكهربي. رقم واحد، عزل المصاب عن الدائرة الكهربية بدفعه بمواد عازلة زي الخشب. اتنين، استدعاء الطبيب فورا لمكان الحادث. رقم ثلاثة، اذا كان المصاب مستمر في التنفس
يمكن تسهيل عملية التنفس له بفتح ملابسه الضيقة، وإذا تعثر في التنفس يجرى له التنفس الصناعي فورا. ونقوم بتدليك عضلة القلب بالضغط على الصدر براحة اليد. إيه احتياطات التعامل مع الكهرباء؟ عدم وضع عدة وصلات في مصدر تيار كهربي، 1، 2، عدم وضع أي جسم معدني في الفيشة، وذلك لأن معروف إن المعادن جيدة للتوصيل للكهرباء. رقم 3، وضع غطاء بلاستيك على الفيشة لمنع دخول أي جسم به، وخاصة في المنازل التي يوجد بها أطفال، وده بيكون أمان ليهم. رقم 4، عدم لمس المفاتيح الكهربية واليد مبللة من الماء، لأن الماء زي ما قلنا من المواد جيدة للتوصيل للكهرباء. عدم ترك الأسلاك الكهربية مكشوفة وغير معزولة، لأن ده ممكن يسبب صدمة كهربية لجسم الإنسان. عدم ترك الأسلاك الكهربية ملقاة على الأرض أو تحت السجاد، لأن ممكن يحدث أثناء مرور أي شخص ممكن تسبب له إصابة أو وقوعه على الأرض. عدم العبث بالتوصيلات الكهربية. رقم 8، عدم صيانة أو إصلاح أو تنظيف الأجهزة الكهربية وهي طبعا موصلة بالكهرباء. عدم ترك الأجهزة الكهربية والسخانات موصلة بالكهرباء أثناء الاستحمام. عدم وضع المواد القابلة للاشتعال مثل الستائر والمفروشات والسجاد بجانب أجهزة كهربية تولد حرارة مثل المكواة والمدفأة. وأتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.